السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض في موضوع مهم جدا لكل خريج الثانوية العامة. النهاردة هنتكلم عن ليه تختار كلية الحقوق وتدرس المجال القانوني في مصر. وحبيت أناقش معاكم هذا الأمر لأن لاحظت أن عدد كبير من الشباب بيسألوني عن ميزة دراسة الحقوق والقانون في مصر، وهل بالفعل ليها مجال للعمل ولا لا. وعلشان كده هنتكلم النهاردة مع بعض عن مزايا وعيوب كلية الحقوق في مصر، ولكن خلينا نبدأ في الأول ونعرف ليه تدخل كلية الحقوق. في البداية لازم تعرف ان كلية الحقوق هي كلية قائمة على دراسة القانون بكل انواعه وكل فروعه علشان تقدر تخرج طالب ملم بكل افرع القانون، وطبعا بعد تخرجه هيقدر ان هو يثقل مهاراته وعلومه عن طريق البحث او الدراسات العليا اللي بدورها هتفيده بعد كده في حياته العملية. يعني اللي نقدر نقوله ان مش معنى ان حضرتك تخرجت من كلية الحقوق ده يضمن لك اي شيء، بالعكس لازم تشتغل وتجتهد اكتر بكتير من اي وقت عشان يكون لك مكان في سوق العمل، وده لان للاسف عدد الخريجين بيكون اكتر من احتياج السوق، فبالتالي مفيش مكان لاي حد غير للشخص المتميز فقط، وده دورك انت مش دور اي حد تاني. يعني لازم حضرتك اللي تشتغل على نفسك وتجتهد جدا جدا جدا. طيب خلينا نبدا ونسال نفسنا سؤال مهم جدا، ليه الطالب يختار كليه الحقوق دونا عن غيرها؟ وفي الحقيقه ان عشان نرد على هذا الامر محتاجين وقت كبير، لكن خلينا نختصر الرد ونبدا ونقول ان دراستك للحقوق والقانون في مصر بيخليك تعرف وتتعلم كل المشاكل اللي في الحياه عموما وتتعلم ازاي تحلها، فده بيديلك نوع من انواع الثقه بنفسك بشكل كبير جدا ان حضرتك فاهم في كل المشاكل اللي بتخص المجتمع وتقدر ازاي تحلها وتتغلب عليها. رقم 2، بتكتسب قدر كبير جدا من المعلومات عن طريق دراستك في كل افرع القانون اثناء وجودك في الجامعه. في كليه الحقوق انت مش بس بتدرس قانون بلدك، انت كمان بتدرس اغلب القواعد القانونيه لكل القوانين الاخرى، وده بيديلك نوع من انواع الثقافه العامه الكبيره في المجال القانوني. رقم 4، كليه الحقوق تعتبر من الكليات القليله اللي بتجمع بين الجانبين النظري والعملي، فاثناء دراستك في كليه الحقوق بتعتمد اكتر على الجانب النظري، ولكن بعد تخرجك بيميل اكتر ويضغو اكتر الطابع العملي على مجال عملك، وده لانه بيعتمد على القضايا اللي بتجيلك، فبالتالي بتنزل على ارض الواقع وبتبدا تبحث وتحلل كل الامور اللي فيها علشان تقدر تحل قضيتك، فهنا بيضغو الجانب العملي على الجانب النظري. في كليه الحقوق بتدرس الشريعه الاسلاميه وبتدرس كل احكام الفقه وكل الامور الشرعيه زي المواريث والزواج والطلاق وغيرها، وايضا بتدرس القانون الجنائي المتعلق بكل القضايا الجنائيه الموجوده في المجتمع، بتدرس ايضا قانون العقوبات وبتعرف عقوبه كل جريمه بتحصل في المجتمع، بتدرس ايضا القانون التجاري والاقتصادي والبحري والجوي وكتير جدا من افرع القانون. ولك ان تتخيل لو بتحب دراستك بعد ما تتخرج من كليه الحقوق هتكون ملم بكل الاحداث القانونيه والغير القانونيه اللي بتحصل حولك، بالاضافه ايضا لاكتساب شخصيه رجل القانون، يعني مش هتكون في مكان ابدا واي حد يعرف ان انت في كليه حقوق غير ما هتسمع كلمه ممكن استشاره يا متر، ويبتدوا ان هم يسالوك عن بعض الامور القانونيه، وده بيديلك ثقه بنفسك ان حضرتك بتكون موجود في كليه مطلوبه من الناس، وده امر مهم جدا ان انت تكون عارف ان مجال عملك مجال مطلوب من كل الناس، ودي تعتبر بعض المميزات فقط عن الدراسه في كليات الحقوق من وجهه نظري. ولكن خلينا نسال السؤال المهم اللي اغلب الشباب بيسالوه، ما هي مجالات عمل خريج كليات الحقوق؟ وفي الحقيقه ان مجالات عمل خريج كليات الحقوق والشريعه والقانون في مصر كتيره جدا ولا تعد ولا تحصى. اولها طبعا الالتحاق بنقابه المحامين وان تصبح محامي له شانه، وممكن كمان بعد فتره التمرين بتاعتك اللي هي سنتين يكون عندك مكتبك الخاص وتقدر ان انت تتحصل منه على دخل كويس جدا. ثانيا بعد التخرج تقدر ان انت تقدم في الكليه الحربيه او كليه الشرطه وتكون ضابط متخصص، وغالبا بيتم تعيينهم في القضاء العسكري او في التفتيش الخاص بوزاره الداخليه. ثالثا تقدر تقدم في النيابه العامه والنيابه الاداريه ومجلس الدوله وغيرها، وبعد ترقياتك من معاون نيابة تقدر توصل ان انت تبقى قاضي او رئيس محكمة. رابعا العمل في الوزارات والهيئات الدبلوماسية. خامسا العمل كمستشار قانوني للشركات والافراد. سادسا العمل في الشؤون القانونية للشركات العامة والخاصة والبنوك والهيئات الحكومية وغيرها. سابعا تقديم الاستشارات القانونية المدفوعة عبر الانترنت، يعني نقدر نقول كمان ان المحامي او خريج الحقوق يقدر ان هو يشتغل اونلاين ويقدم استشارات ويحصل على اتعابها اونلاين. بالإضافة إلى مجالات عمل كتير جدا، خلينا نتكلم بكل صراحة إن سوق العمل مفتوح تماما لخريجي كليات الحقوق، لأن بيديهم عدد كبير من الاختيارات يقدروا إن هم يشتغلوا فيها ويبدأوا حياتهم العملية. ودي كانت نبذة مختصرة عن مجالات عمل خريجي كليات الحقوق في مصر. طب خلينا نسأل سؤال مهم جدا ونعرف إجابته، ما هي عيوب دراسة الحقوق والقانون في مصر؟ وعلشان أتكلم في الموضوع ده لازم في الأول نتفق إن الموضوع ده نسبي، يعني اللي أنا شايفه عيب من وجهة نظري ممكن يكون من وجهة نظرك ميزة ومش شايفها عيب إطلاقا. وأول عيب من وجهة نظري إن أنت لو اشتغلت محامي هي فترات العمل، فترات العمل بتكون طويلة جدا، يعني حضرتك الصبح بتبقى في المحكمة وبالليل بتبقى في المكتب وممكن جدا
يبقى عندك مسؤولية كبيرة جدا لو انت صاحب المكتب، وده طبعا بيرجع من نوعيات القضايا اللي انت بتشتغلها، والامر ده بيسبب ضغط لبعض الناس. تاني حاجة ان حضرتك بتكون محتاج صبر وتدريب كويس جدا علشان تقدر تشتغل، وبعد ما تشتغل بتكون محتاج صبر وان انت تشتغل على نفسك كويس جدا علشان تقدر تعمل اسم وتقدر تطلب الاتعاب اللي ترضيك، وده طبعا بيسبب مشاكل واعباء مادية لعديد من الاشخاص. تالت حاجة، التعيينات في النيابة والهيئات القضائية بتاخد وقت طويل جدا، ممكن يوصل لسنين، يعني بالنسبة لشخص عايز يتخرج ويشتغل على طول الموضوع ده بياخد وقت طويل جدا ومش هيلاقي الاوبشن ده، فبالتالي الفرصة مهما كانت قائمة ولكن بتسبب اعباء على الشخص اللي نفسه يتعين في الهيئات القضائية، ان ممكن بعد ما يتخرج يستنى سنة واثنين وثلاثة بعد ما اسمه ينزل كمان. واخيرا لازم بعد تخرجك ان انت تشتغل على نفسك كويس جدا وتكمل بحث في اي حاجة وفي كل حاجة علشان تقدر تنمي نفسك كويس جدا، لان لو اكتفيت بالدراسة الجامعية فقط مش هتلاقي اي فرصة ليك في سوق العمل لان المجالات مختلفة تماما. ودي تعتبر بالنسبة لي هي ابرز المشاكل والعيوب اللي هتقابلها بعد التخرج من كلية الحقوق، اللي هي تعتبر مشاكل عامة، في اي مجال هتدرسه هتلاقي نفس المشاكل دي، يعني زي ما بنقول فعلا مشكلة عامة، ولكن لو قدرت تتغلب على المشاكل دي هتفرق معاك بشكل كبير جدا في حياتك العملية بعد كده. ولكن لو هتسألني انا شخصيا ليه اخترت مجال المحاماة دونا عن المجالات كلها، هقولك ان بالنسبة لي الجانب الانساني هو عنصر مهم جدا في حياتي، فكرة انك تساعد انسان وترفع عنه الظلم ده امر عظيم بالنسبة لي، علشان كده اخترت مجال المحاماة وحبيت اكمل فيه دون غيره. تاني حاجة، فكرة انك تكسب قضية المتهم مظلوم وانت مقتنع تماما ببراءته احساس عظيم، احساس يدعو للفخر والسعادة. انت المتهم بيجيلك بيسلمك امره خلاص، ما عندوش اي حاجة يعملها، انت الوحيد اللي تقدر تساعده وانت اللي تقدر تضره، فبالتالي لما بتقدر تثبت براءته بتحس احساس عظيم بالسعادة والفخر. يعني اتمنى ان كل خريج كليات الحقوق اللي هيشتغلوا محامين يحسوا الاحساس ده. غير كده انا شخص مش بحب القيود، وبحب يكون عندي عمل الخاص المسؤول عنه بشكل كامل، بحب اكون حر علشان اقدر انجح واقدر ابدع في مجالي، والاوبشن ده ما كنتش هقدر اخده من غير مجال المحاماة، وده كان الدافع بالنسبة لي هو حبي للمحاماة فقط لا غير. ولكن قبل الختام خلينا نسأل سؤال مهم جدا، هل مهنة المحاماة مهنة مجزية ماديا وتقدر ان انت تعتمد فيها على دخلك ويكون الدخل الاول ليك؟ وبكل امانة ووضوح علشان اكون صريح معاكم، مهنة المحاماة فعلا مهنة بتحقق عائد مادي كويس جدا، ومهنة مجزية ماديا الى ابعد درجة ممكنة، ولكن بتحتاج في الاول تعب واجتهاد وصبر منك علشان تقدر يبقى ليك اسم، وبعد كده تقدر تطلب الاتعاب اللي انت عايزها وتستقر ماديا الى ابعد الحدود. ما تركزش مع الشباب اللي لسه متخرجين من كليات الحقوق واتعابهم ضعيفه وتقول دول اتعابهم ملاليم ومهنه المحاماه ملهاش مستقبل، بالعكس في محامين اتعابهم بالملايين وفي محامين اتعابهم بالملاليم، كل محامي ليه اسم فبيكون ليه اتعاب معينه. يعني نقدر نقول ان المحامين اللي ليهم اسم واتعابهم بالملايين موجودين، والمحامين اللي بيضيعوا اسمهم واتعابهم بالملاليم موجودين، انت اللي عليك تختار عايز تبقى مع مين فيهم بالظبط. الاختيار اختيارك، تتعب وتجتهد وتنجح، ولا تسيب شغلك وتهمله وما تشتغلش على نفسك وما يكونش ليك اي دور في مجال المحاماة ولا سوق المحاماة في مصر. القرار في ايدك انت مش في ايد اي حد تاني. ولازم تعرف ان مهنة المحاماة مصنفة من ارقى واقوى المهن في العالم، ولو قدر ليك وحضرتك سافرت بره مصر والمهنة بجواز السفر محامي، هتشوف بنفسك فرق التعامل عامل ازاي، وهتعرف قيمة مهنتك قد ايه بالظبط قوية، لانها تعتبر من المهن العليا والاعلى دخل في العالم. يعني في امريكا بيصنف الراتب السنوي للمحامي بيتخطى $200,000، فبالتالي تعتبر مهنة قوية جدا. اعرف ان انت اشتغلت في المجال الصح، واعرف ان انت اخترت صح، ولكن لازم تجتهد وتشتغل على نفسك كويس جدا علشان تنجح بعد دراستك في كلية الحقوق، وربنا يوفقكم جميعا بإذن الله. وبس كده، دي كانت وجهة نظري في دراسة الحقوق والقانون في مصر، وأتمنى المعلومة تكون وصلت لكل الناس، وربنا يوفق الشباب جميعا بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان تتابعوا كل ما هو جديد، ونشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.